احنا هنبتدي مع حضراتكم كالعاده باخبار النادي الاهلي. الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بقياده الجنوب الافريقي بيتسو موسيماني قرر انه يضم رباعي الفريق غير المقيد بالقائمه الافريقيه، وهم صلاح محسن، ناصر ماهر، اكرم توفيق، وبدر بنون. هينضموا هم الاربعه الى معسكر الفريق استعدادا لخوض نهائي دوري ابطال افريقيا طبعا امام الزمالك المقرر اقامتها مساء الجمعه المقبل ان شاء الله على استاد القاهره الدولي. والرباعي اجروا مسحه طبيه والحمد لله جاءت النتيجه سلبيه للجميع، ومن ثم سيتواجد اللاعبين في تدريبات الفريق في المعسكر المغلق استعدادا للنهائي الافريقي. برضو خليني اقول لحضراتكم، هو للاسف الشديد يعني لسه الاصابات مستمره. المسحه الطبيه اللي خضع عليها محمد شريف لاعب الاهلي للاسف جاءت ايجابيه، وهيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا طبعا لبروتوكول البروتوكول الطبي الخاص بوزاره الصحه. وزي ما احنا عارفين اعاره اللاعب لام بي انتهت، وعاد لينتظم بقى في تدريبات الاهلي. كمان محمود كهربا لاعب الاهلي هيجري مسحه طبيه جديده النهارده للاطمئنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق ده طبعا استعدادا لمواجهه الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا. ونفس الامر برضو لوليد سليمان اللي هيخضع لمسحه جديده للاطمئنان عليه. يا رب يسلم باذن الله يعني.